طبعا كاين اقبال ولكن من الطبقه الهشه والطبقه الضعيفه، الناس اللي ما بحالهمش والناس اللي ما عندهم شي سالير مزيان راه كيجيو يتقدموا من عندنا من هنا خويا. ما الناس الطبقه اللي هكا راه كيمشيو للماركتينغ. لا خويا الناس ديال المنطقه، الناس الدراوجنا ديال المنطقه، حنا اللي كنتنقلوا من مدينه لمدينه لعند الناس. خويا اش نقول لك انا بالنسبه لي انا وارث هذه الحرفه هذه ابا عن جد، الاب ديالي وجدودي في هذه الحرفه هذه. ملي كان هذا البال هذا كان كيتباع عن طريق كان كيتباع كيبيعوه اليهود في الدار البيضاء، ربما ما كيعرفوش الناس اللي بداوا في الحرفه. ملي كنت تبعت شي عند اليهود في كازا 32 عام وانا في هذه الحرفه، على حساب الماركه، على حساب الجوده، على حساب الناس الضعفاء، على حساب الناس ما عندهمش سكن وتيجيو تقداو على حسب شويه ديال الرخاء. تيجيو من ناحيه من دار القنيطره، من جهه الناحيه ديال السلام، من جهه الناحيه ديال الباديه، الناحيه ديال سميتو من الباديه، اكثر من الباديه. كاين الاقبال شويه، كاين الاقبال لهذا البار شويه. كاين الاقبال ولكن يا خويا دابا السلعه ما بقاش هذاك الشيء اللي كان تزيد السلعه من السبته ومن الليله وتخرج بمعاونات وكانت السلعه عندها رخيصه، كنا تنبيع ونشري وتنربحوا. دابا لا تنبيع ونشري وتنخسروا. دابا التجار، هاد التجار ديال الباعة المتجولين محنين مع السلع، ما بقاش اخويا فيها الانتاج ديال داك الشيء اللي كان فيها. دابا راه محنين الناس شويه، غلات السلع. كانت تجي معاونه دابا ولات يخلصوا على الديوان، يخلصوا على جمارك، ويخلصوا عليها تتوصل بعض الصعوبه. كان الخرده تتوصل هنا ب 600 درهم، دابا ولات 90 درهم، 100 درهم، 2400، تيبيعوها باش بغاو. هادوك اللي تيجيبوها تيعلوا يبيعوها باش بغاو. دابا كانت معاونه تتجيب بواحد الثمن رخيص، دابا لا. دابا الامور شويه قصحت. المواطن منه الغني ومنه الضعيف، والغني تيجي اكثر من الضعيف. حيت فيها الكاليتي وفيها المعقول. ماشي سلعه ناقصه ولا شي حاجه. تيجوا الناس اللي لاباس عليهم تيدوها، هما الناس اللي ضعاف راه الله يحسن لهم. الملابس المستعمله دابا خويا اش نقول لك، راك عارف كاين اقبال ديالها ولكن السلعه غلات. دابا غادي الاقبال ديالها شي نقص، فهمت؟ وبالنسبه لدابا الناس الله يحسن لهم، راك عارف السلعه غاليه والسالير ديال الانسان الله يحسن لهم، راك عارف باقي هو. مثلا تيجي الانسان تيقول لك شحال هاد لاشوميز ولا شحال هاد السروال، تقول له الثمن، تيقول لك هو شحال داير جديد، فهمتي؟ انا شنو نقول، واحد النصيحه بالنسبه لك، ما كاينش مقارنه ما بين الجديد والبار. ما تجيش عندي هنا تقول لي جديد شحال داير، انت جاي القديم ما تاخذ القديم بصفه عامه، راك تاخذ اين مارك، تاخذ بزاف الحوايج، فهمتي؟ هذا هو اللي كاين. تاخذ مثلا شوميز تاخذ 4000 طوميل لاكوس كذا، وهذه هي شحال دايره جديد، تلقى دايره 700 درهم. انت مثلا تيجي عندك انسان تقول له واحد الثمن مميز، تبقى يقول لك شحال دايره هي جديده، فهمتي؟ يعني ما كاينش علاش تقعد تجبد له جديد ولا هادي. تنصح انا اي واحد، وكاين واحد الاشاعات تبقى يقول لك حكار الحوايج ديال البال ما يمكنش تنقيسهم وهادي، تنوض فيا الحكا ولادي. حنا بالنسبه هي تيشورطه من البالق لابسه، مازال ما مصبنا ما والو، هادي اول لبسه عندها مازال مصبنا ما والو. الشيء بالنسبه لهاد الجوطيج بن عباد معروفه في الصعيد، المغرب كامل تعرف هاد الجوطيج بن عباد بالنسبه للبياس ديالها، وتجيب بياس نقيين. والسلعه الاولى اول حاجه تدخل القنيطره، معروفه هاد البياس ديال الجوطيج بن عباد. وشاف المنطقة راه جات في وسط المدينة أول حاجة معروفة، طريق الترباط دايز عليها، في أي طريق تلقاها راه في الطريق ديالك هي، فهمتي؟ غادي لاكار، غادي محطة الكيران، الطاكسي ديال تيفلات، الطاكسي تقليربع، كلشي عارف هاد المنطقة هادي. دونك الكليان تيجي من أي بلاصة؟ من أي بلاصة، فهمتي؟ تيجيو عندنا الناس من مراكش، تيجيو تيدوزو تيجيو لهنا تيقول لك حكار حنا الشوطيه ترتاحوا فيها، تلقاو في داكشي اللي بغينا، فهمتي؟ بالنسبه لي انا كشخص كنفضل السلعه المستعمله البال. بالنسبه لي انا كشخص قنيطري تيبغي سلعه بالويه بهذا لو تيرم هذا البال، لان البال فيه بزاف حوايج مخدومين، لا مارك، التيب باش يخدم، التوب باش يخدمو. بالنسبه للجديد اخويا اش غنقول لك، الجديد ولات السلعه ماشي حتى اللي هي سلعه تركيه، سلعه صينيه، سلعه بزاف. البال كتلقى لا كاليتي وكتلبس سلعه، كتلبسها ما كتكشف ما كت، هذا رايي انا. بالنسبه للسلعه ديال البال، كما معروف علينا حنا المغاربه، البال كيتقام رخيص وزوين بالنسبه للثمن ديالو ولا لا كاليتي. بعض المرات كتلقى شي ماركات في البال ما كتلقاهمش في الجديد، ماركات ساوين ثمن غالي كتلقى ثمن رخيص.
هادشي اللي بالنسبه لي انا كاش كنفضل البال. بالنسبه لي انا كنفضل نشري من البال لحقاش كتلقى عندهم لي كاليتي ولي مارك مزيانين. اما السلعه اللي كاينه هنا شويه كتكون سواقيه حتى لي كاليتي ديالها تكون عاديه. تشري من البال كتصدق لك الحاجه مزيانه زائد تلقاها ماركه. هذا هو علاش كنفضلوا ناخذوا من البال على السلعه ديال كازا. هذا هو الفرق. هادشي اللي كاين بالنسبه للاثمنه عاوتاني كتلقى فيهم ثمن مزيان مناسب على ديال البال، ثمن مناسب على مقارنه مع السلعه ديال كازا. حيت مؤخرا دابا السلعه ديال كازا واخا كتبغي تمشي تتقدا كيقول لك راه تزادت، كتقول لك الترونسبور راه تزاد، الاثمنه دابا كاع السلعه كلها تزادت تقريبا. هادشي اللي كاين. المنتوج هذا العام قبل لا باس به، لان هذا العام راه شويه على عام العامات الاخرى، لان كانت ثلاث سنين وهي كورونا، كانت الناس كيسدوا مع سته، كانوا شي ايام تعطاهم ثمانيه. هذا العام الحمد لله القضيه شويه المهم احسن من العامات اللي سابقين شويه. الرواج كاين ماشي ما كاينش، ودخلت الجاليه هي حركت القضيه شويه. ايوا هذا هو، يعني هو البيع والشراء بالنسبه السلعة هذا العام كاين الفائض على العامات الاخرين. كاين سلعة الحمد لله، كاين استقبال ديال لا بالعكس على الناس اللي كل واحد باش مبلي، لان كاين الناس اللي مبليين خاص في البال كيمشيو للبال، وكاين الناس عاوتاني اللي مبليين في الجديد كيمشيو للجديد. هذا هو المشكل، ولا البال كيمشيو زعما على حسب الجودة. راه الجودة ولات مستوية، تجديد فيه الجودة، البلاد تاهي ولات فيها المنتوج ديال البلاد تاهو ولات فيه الجودة كبيرة. انا نعطيك نعطيك هنا كاين السلعة اللي هنايا في المستوى ديال البلاد وفي المستوى كل شيء ولا فيه الجوده. يعني كل واحد الانسان كيفاش كي البال ما كيقطرش بزاف على المنتوج الجديد ليه جده كما كيقولوا البريله تفرط فيه. هذا هو المشكل. البال عندهم ماليه والجديد عندهم ماليه والبشر كثر، يعني الفائض ديال البشر واحد الوقيته اللي كتكون القضيه شويه. المهم الحمد لله راه بنادم هذه الايام راه شويه بنادم محركين شويه حتى كتشوف الامور على طبيعه. الاحوال مزيانه حتى كتشوف مع هذا الصيف هذا شويه الرواج راه ماشي بحال العام اللي فات، والكره العام اللي فات بنادم اللي كلا العام اللي فات كثر من هذا العام هذا عاوتاني. راه الوقت مزيره بزاف. لا 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 هما صحاب البال بوحدهم، الشيء اللي مبلي بالبال واخا تجي كيجي عندك لهنا كدا وهادي، حيت المستوى ديال هذاك اللي كيمشي للبال كتلقى مسكين المستوى المعيشي ديالو ضعيف، ما عندوش متوفرش له باش يجي لهنايا، كتلقى هو شنو تيجيب له؟ تيبان له البال احسن من لهنايا، فهمتي كيفاش؟ وكيمشي للبال هذاك المستوى المعيشي ديالو ضعيف، ما عندك ما دير معاه، المستوى راه كاينه كاينه السلعه كاليتي وكاينه كل شيء، خليه على ذوك صحاب 99 درهم هذوك اللي شووا بالسلعه اللي طيحوا بها واللي عنده شي وزين واللي عنده شي معمل عاد يفصل ويخرج ويعطي لعباد الله. هذوك بوحدهم هذوك بنادم كيجي كيشوف لا كاليتي وكيشوف السلعه كي دايره وكيلبس وكيرد علينا، وبنادم تيدي بودي كيلبسو كيصبنو كيرجع لعندك تيقول لك خويا واش هذا بودي، وتيديروا ديك التويشيه ديال جي خويا شوفها البودي. ومني كتمشي داك لي زارتيك اللي كيوريوك كتمشي ما كتلقاهش، تيقول لك هذا راه تسهله علينا تباع، فهمتي كيفاش؟ هذيك غير كيديروا بها اشهار. اما بنادم هما يجي يشوف السلعه موجوده الحمد لله الخير موجود، مني ما بغى من التيشورت ولا من الشورت ولا من البودي من الصنداله بثمن زوين ولا كاليتي ويلبس مع راسه. لا 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 هو صاحب البال بوحده، وهذاك صاحب البال سبحان الله من الاغنياء، كاين اللي كتلقاه من الاغنياء وكيمشي لصاحب البال كتلقاه نهار اثنين خاشي وجهه في خنشه وكيعز بلد وكيقلب وهادي. وكل واحد وشنو كيعشق، كاين اللي كيعشق يجي لعندك لهنا يقياس، وكاين اللي كيعشق يمشي لصاحب البال وهي غادا هكا. هي راه التجاره مدقدقه مع هاد الغلاء الاسعار ومع كل شيء طلع. حنا السبرديله واحد السبرديله كنا كناخذوها بلا اسم نذكرو سميتها، كنا كناخذوها ب 200 درهم، ولا كيجي عندنا الكليان ديالنا دابا تطلب له دابا 230 تيقول لك حشومه عليك حشومه عليك انت، وانا واخده من عندك 200 درهم وكتبيع لي دابا ب 230 كدير. بالنسبه للسؤال اللي قلتي لي ديال واش كاين شي اقبال، الحمد لله
الحمد لله هذا العام كاين اقبال شويه، كاين شويه ديال الناس ديال الخارج، كاين الناس ديال الداخل، الحمد لله الامور مزيانه. واخا كاين شويه ديال الغلا شويه صراحه في السلعه، شويه ديال الغلا، ولكن الحمد لله كاين ناس، كاين ناس سبحان الله تيفضلوا عاوتاني السلعه ديال البال فهمتي على السلعه الجديده، وكاين عاوتاني ما تيبغيش يلبس شي حاجه ديال البال من لبس شي حاجه جديده فهمتي، ما يلبس لك سلعه البال كاع في مره اخرى تكون شنو ما كانت كدير، تيبغي حاجه جديده سلعه نقيه فهمتي، كل واحد سبحان الله كيفاش شنو كيرتاح. لا ما كاينش، لا ما كاينش، كاين فهمتي راك عارف دابا الناس تيديروا البار معروفين سلعتهم بوحدها، حنا فين سلعت جديده سلعتهم فهمتي سلعتنا بوحدنا، كل واحد وكيفاش كيبغي، اللي كيبغي يتقدى سلعه جديده راه كيجي عندنا المحلات، واللي كيبغي سلعه البار كاين الحمد لله موجود الخير. وي بصح كاين، كاين سلعه كاين اللي يفضل السلعه ديال البار على السلعه الجديده، على حساب انه كيقول لك بياس فيه لي مارك وبياس كاريتي زوينه مخدوم فهمتي، وكاين اللي تيفضل عاوتاني الجديد على حسب كل واحد وكيفاش عاوتاني فين تي تقدر عاوتاني فهمتي تجيب عاوتاني الانسان كاين اللي سبحان الله تيبغي عاوتاني السلعه رخيصه تيمشي للبار ويمشي يلبس، وكاين عاوتاني اللي كيبغي عنده شويه الفلوس كيجي ياخذ شي حاجه جديده فهمتي بياس جديد لي مارك، هذا الشيء اللي كاين الحمد لله. ما كان واه مره طالع مره هاو الحمد لله مزيان، الحمد لله مزيان طالع واه كلوش كلوش كيبغي جديد، كاين جديد كيبغيو الناس، كاين البار كيبغيو الناس البار الله واش كيبغيو، المهم اي هذاك راه كيبيع شي وحنا كنبيعو شي عندنا البار هذا شكون انا كون كان دابا عاوتاني ندير البار حتى انا نكون بيع شاري حتى انا نكون مروج، وهنا عرفتي انت الحمد لله بخير اللهم الحمد لله الله سبحانه وتعالى كيرزق الجميع، الله كيرزق الجميع وسيدنا نصره الله، الله ينصرو الله يجعل الله يعطي بطانه صالحه يتعينوا على هذه البلاد بطانه صالحه والله يعاون الجميع. والامور من ناحيه من الصيف لدابا الحمد لله شويه كاين واحد الرواج واحد شي شويه الحمد لله، بارابور مع ذوك الايامات ديال كورونا دابا شويه الحمد لله القضيه غاده شي شويه الحمد لله. لا 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 ما كنظنش، لان الناس اللي كيشريو لي مارك وكيشريو دوريجين وكيشري يقدر يمشي يشريها في البار، يقدر يشريها في المجازات ديال دوريجين، والناس اللي كيشريو هذه السلعه اللي كاين واحد الطبقه اللي هي الصالير ديالها من 3000 درهم و 3500 درهم لتحت كيفضلوا يشريو هاد الحوايج اللي كنبيعو حنايا. وكل عنده الكليان ديالو، كاين الناس اللي عنده اللي مولفين بالبار كيشريو البار وكيرتاحوا ليه، وكاين الناس اللي مولفين بالجديد وكيشريو الجديد، وكل غيدي داكشي اللي النصيب ديالو اللي مكتاب ليه. ما كنظنش واش عنده شي تاثير، لان البار كان من شحال هذه ماشي يلاه غيبدا اليوم ولا غيبدا، البار معروف